نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، وها هي انطلاقة ثاني الأشواط في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة، وهو شوط خاص بالفطامين الجعدان. أول أشواط الجعادين في هذه الانطلاقات الجميلة في هذه التحديات الرائعة. نسير مباشرة بصدارة هذا الشوط ونتابع هناك أيضا الاندفاع المتميز والغربي، الغربي من ينطلق بناموس هذا الشوط، شعل زايد بن محمد بن زايد المنصوري، بينما انطلقنا مع المركز الثاني بئر التحديات من حشيم محمد بن عتيج بالعرطي الحميري الدور المركز الثالث، وأرى التحديات أيضا من الغربي شعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري، بينما إذا انطلقنا في رابع التحديات بئر الهجوم من الجانب الآخر، والانطلاق الجميل لنجم لأحمد بن سيب اللاحج من ياتي في رابع التحديات، ومع المركز الخامس مكلف لعلي بخريفة بن رشيد. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء الأول للخمس المراكز الأولى في هذا التحدي والانطلاق الجميل. نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام، وأرى الغربي، أرى الغربي والغربي مع الصدارة بشعار أيضا بشعار زايد بن محمد بن زايد المنصوري، شعار الغربية اللي انتزعت المركز الأول في أول الأشواط، وها هو الشوط الجعدان الأول ينطلق بالغربي، ينطلق مع الغربي. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ يباعد المسافة، بدأ في الانطلاق، بدأ في التحدي الجميل، والمؤازرة أيضا، المؤازرة من الغربي. تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري مع الأداء الجميل اللي قدمه الغربي، والغربي أيضا اللي انطلق بناموس هذا الشوط. واسعد الله صباحكم، اسعد الله صباحكم يا هالي الغربية مع انتزاع الغربي صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الغربي لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، المركز الثالث لعلي بخليفة بن رشيد، المركز الرابع لمحمد بن دودة العامري، وفي المركز الخامس نجم لأحمد بن سيب اللاحج. نعود بالتهنئة لزايد بن محمد بن زايد المنصوري على فوز الغربي، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها دقيقتين 10 ثواني.